بغيتوا تعرفوا شنو قال زهركم اليوم؟ ايوا اجيو معايا. غادي نبداو من عندك يا برج الجوزاء اللي مهنيا كتحاول ما تخليش الاخرين تدخلوا في عملك الخاص وكتدرس كل خطوه جيدا قبل ما تقدم عليها. اما عاطفيا ما كتبحثش عن اي ارتباط سريع وكتعيش مع الحبيب جمال لحظات وروعتها وفوران احاسيسها. صحيا خير الامور اوسطها كيف ما كيقولوا الناس زمان، ما عليك غير ممارسه الرياضه. غادي نمشيو عند برج الثور المهني المطلوب الكثير من الدبلوماسيه في التعاطي مع الزملاء، وحاول ما تستوعبش الاحداث اللي كتجري بدون غضب وتأزيم. عاطفيا القرارات العشوائيه ماشي في مصلحتك، حاول معامله شريك بليونه باش تبقى مرتاح من الهموم والمشاكل. اما صحيا كتشكو من الارهاق الشديد بسبب الضغوط الكثيره اللي كتعاني منها، وغادي يبقى الحل التخلص منها هو الرياضه. غنمشيو دابا عند برج الحمل المهني، كتفتح عينيك وكتراقب جيدا كل ما يجري حولك من تحركات غير بريئه، ما تكونش ساذج وما توزعش طاقتك يمينا وشمالا. عاطفيا كتمتع بشخصيه جذابه بل ساحره واخاده، وبامكانك الاستفاده من الاجواء الرومانسيه والناشطه باش تقرب المسافه مع الحبيب. اما صحيح كتبتعد عن كل ما يحاول اثاره عصبيتك وكتحاش الانزواء بنفسك للتخلص من متاعبك. دابا غنمشيو عندك يا برج العذراء اللي مهنيا، الا كنتي متورط في امور اكبر من طاقتك كتطلب المساعده من الزملاء باش ما تدفعش الثمن غالي وما تخسرش كل شيء. اما عاطفيا كتختفي الانفعالات والمشاعر السلبيه اللي كتعكر الاجواء وكتثير الاضطرابات والحساسيات بينك وبين الشريك. اما صحيا الا كانت الرياضه العنيفه كتزعجك استعطض عنها برياضه اليوغا او السير في الطبيعه وتسلق الجبال. ودابا غادي نمشيو عند برج الاسد اللي مهنيا المستقبل جيد كيلوح في الافق، لكن هناك خطوات مهمه ما كتكتملش بعد الايام المقبله كفيلة بإتمامها على أكمل وجه. عاطفيا كيبدو أن الاستقرار العاطفي عنوان هذا اليوم، وهذا دليل على مدى التفاهم على مختلف الأمور بينك وبين الشريك. أما صحيا التعليمات الطبية المحافظة على رشاقتك كتلزمك تقيد بها استمرار لا ليومين أو ثلاث فقط، لكن يصحب عليك التفاهم والتواصل مع أحد. دابا غادي ننتقلوا عند برج السرطان المهني، كيتمتع بفصاحه ذكيه كيصعب عليك التفاهم والتواصل مع اي احد. هي نفسك للسفر والتنقل ولتولي منصب جديد. عاطفيا كتجنب المشكلات العاطفيه فهي لن تعود عليك الا بالضرر، وقد تسيء جدا الى العلاقه الجديده. صحيا كن منفتحا على جميع النشاطات الرياضيه والترفيهيه فهي مفيده صحيا. اما انت يا برج القوس فمهني انت في بدايه الطريق نحو والنجاح، ما تستعجلش وما تمهلش وما تكونش متأنيًا في اتخاذ أي قرار مهني، لأن العبرة في النتائج. عاطفيا كتفتقد حماساتك المعهودة مع الشريك، وهذا دليل على دخول الروتين على الخط. أما صحيا عوامل التعرض لوعكة صحية واردة في أي لحظة، لكن بالاهتمام بالصحة غتخفف من الإصابة بها قدر الإمكان. دابا غادي نمشيو عند برج العقرب المهني، كيحتل مركز مهم وسط مجموعة وطائفة وجمعية، وغتمكن من فرض سلطتك بفضل حكمتك ومنطقك السليم. غادي تثير الاعجاب وغتنال الاجماع. عاطفيا كتعيد طرح بعض المسائل على بساط البحث، وغادي تسترجع الماضي وغتحاول تكشف بعض الغموض مما يتعبك ويشكل هاجسا لك. صحيا حاضر انفعالات شديده قد تولد الارهاق والتعب النفسي، وكن هادئا الى اقصى حد. اما انت يا برج الميزان فمهنيا كتحمل هذا اليوم فرص ووعود، وغادي تضطر الى بعض مناورات واعتماد اساليب ملتويه احيانا لبلوغ اهدافك. اما عاطفيا الفرصه مفاجئه لعلاقه جديده غادي تشيد على ضروره الانتباه الى بعض الشؤون العاطفيه. صحيا قاوم الضغوط اللي كتعرض ليه في حياتك اليوميه بالاسترخاء والنهوض باكر وممارسه رياضه الجري. اما دابا غادي ننتقلوا عند برج الحوت المهني، تقدر تنطلق الى الخارج لاتمام مشروع مع بعض المؤسسات الاجنبيه وتسافر بحثا عن اللهو والتسليه. عاطفيا بعد الاشاعات اليوم كتشعرك بالقلق، لكن الامور غتكون في مصلحه العلاقه والشريك غادي يدعمك ويوقف الى جانبك. اما صحيا كتمر بامور مخيبه للامل وربما تحمل فوضى وعدم رضا مما غادي ينعكس سلبا على وضعك الصحي. غادي ننتقلوا لعندك دابا يا برج الدلو المهني، كتعرض لخيبه امل من شخص كنتي كتثق به بزاف. غادي يقدر يضايقك هذا الامر، لكنك لا تلبث ان تتخلص من ذلك. عاطفيا كتغضب بسبب وضع تفقد السيطره عليه، فلا ترمي نفسك في متاهات مجهوله النتائج. اما صحيا كتبدو صاحب اراده صلبه وتصميم على التخلص
من الوزن الزائد. هنيئا لك. غادي نختموا معاك يا برج الجدي اللي مهنيا كتخف المسؤوليات تدريجيا، وربما تنجح في استعادة الثقة والدعم. غتصبح قادر على السعي وراء أهدافك بلا عوائق. عاطفيا الحبيب مشتت وما كيعرفش مصيره معاك بسبب تعاطيك الغامض. حاول تكون أكثر وضوح. صحيا كينتابك بين الحين والآخر شعور باليأس من ممارسة الرياضة، لكن انت مخطئ في هذا التفكير. إلى هنا كتنتهي أبراجنا لهذا اليوم. غادي نودعكم حتى نتلقاو مع أبراج غدا. بسلام عليكم.